بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. بعدما أتم الله تعالى نعمته على سيدنا يوسف عليه السلام، ولم شمل سيدنا يوسف مع أبيه وأهله، أثنى على الله تعالى بما هو أهله، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلصه من المحن والكروب العظيمة اللي مر بيها سيدنا يوسف عليه السلام، وأثنى على الله بأنه آتاه الملك وجعله على خزائن الأرض، وبسط عليه من الدنيا ما بسط من الكرامة والعزة والتشريف والمكانة والتمكين. وهو سبحانه وتعالى الذي علمه تأويل الأحاديث فأثنى على ربه، يعني تكلم بنعم الله عليه عليه السلام. وكما أتم الله تعالى عليه نعمته في الدنيا، دعا سيدنا يوسف عليه السلام أن يتم عليه نعمته كذلك في الآخرة، فدعا بهذا الدعاء الجامع في سياق قوله تعالى، في سياق قول سيدنا يوسف عليه السلام مخاطبا ربه اللطيف، والذي ساقه لنا القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعا سيدنا يوسف عليه السلام ربه بهذا الدعاء الحسن، واللي معناه يا إلهي ويا خالق السماوات والأرض، على غير مثال سابق، يعني فاطر السماوات الذي خلق السماوات والأرض، أنت الذي تتولى إصلاح جميع أموري في الدنيا، أنت ولي على من عاداني بنصرك لي ونعمتك علي، وأنت ولي في الآخرة بلطفك، بلطفك بي وبرحمتك. فيسأل الله سبحانه وتعالى بعدما قدم ما قدمه في سياق دعائه، قال له اقبضني مسلما لك، وألحقني مولاي بالصالحين من آبائي وإخواني من الأنبياء عليهم السلام. والحقيقة اللي بيتأمل صيغ دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، بيجد إن سيدنا يوسف عليه السلام قد أثنى على المولى سبحانه وتعالى في مستهل وبداية دعائه الكريم، مراعاة للمقام. فابتدأ بإيه؟ بالثناء والاستعطاف، وده بيخلي إن أو بيكون ده منبئ عن إنه الإجابة متحققة بإذن الله تعالى، إنه دايما يبدأ الدعاء بالحمد والثناء. وحتى ده من سنن الدعاء اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن الداعي حينما يدعو ربه عليه أن يستهل دعاءه بحمد الله تعالى والثناء عليه، وبعد كده يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعو بما يشاء، ثم يختم الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله أكرم أن يرد ما بينهما، فده من آداب الدعاء، وده حتى بنتعلمه وبنجده بوضوح جدا في سورة الفاتحة التي تبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهكذا سيدنا يوسف عليه السلام لما أراد الدعاء قدم الثناء، ودي سنة من سنن الدعاء التي لابد أن ينتبه إليها الداعي في دعوته لمولاه. فلما أراد الدعاء قدم الثناء وعدد نعم الله تعالى عليه، وصدر الدعاء بتاعه، يعني ابتدى دعاءه بأجمل الألفاظ وأكمل المعاني من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقال كما ذكر القرآن الكريم على لسانه فاطر السماء، سيدنا يوسف قال هذا في دعاء، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فتوجه سيدنا يوسف إلى ربه بتوحيده، فاطر السماوات والأرض، لأنه هو سبحانه وتعالى لا موجد للكون غيره سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض.
أي خالق السماوات والأرض، يا مبدع السماوات والأرض ومبتدئ خلق السماوات والأرض من غير مثال سابق، لا خالق إلا أنت، سبحان الله. فهو ابتدى بتوحيده والإقرار بالربوبية والألوهية للمولى سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وهو موجد كل شيء، لا موجد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سيدنا يوسف في دعائه، وده احنا بنجده دايما في دعاء الأنبياء وأدعية الصالحين وأدعية القرآن الكريم عموما ودعاء النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، إظهار الفاقة والافتقار إلى رب، إظهار الافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى والاستسلام للمولى سبحانه وتعالى. أنت وليي في الدنيا والآخرة، من الذي ينصر الإنسان إن لم ينصره المولى سبحانه وتعالى؟ حتى لو وقفت الدنيا كلها معاه وأراد الله وشاء الله شيئا غير ذلك لم يكن إلا مشيئة المولى. يعني إنه العبد يعرف حقيقة الحقائق بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي في كل شيء، وأنه خالق كل شيء، وأنه موجد كل شيء، وأنه إذا أراد الإنسان توجه شيئا توجه إلى مولاه فسأله من خير الدنيا والآخرة، ويبتدئ دعاءه بحمدي والثناء عليه وإقواء توحيده لا إله إلا هو. ورغم أن الجملة فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، الجملة هنا في الدعاء خبرية لفظا، يعني إيه خبرية لفظا؟ إلا أنها إنشائية معنى. يعني إيه؟ يعني هو بيخبرنا بمعنى الظاهر أنه بيدينا خبر، بيديك خبر في صيغة الدعاء، إلا أنه عليه السلام يعني هو هنا أخبر باللفظ أن الله تعالى وليه في الدنيا والآخرة، هو ناصره سبحانه وتعالى، هو معينه سبحانه وتعالى. أخبرنا سيدنا يوسف بهذا في الصياغة دي، ده معنى كونها خبرية لفظا، لكنه عليه السلام أراد بها الطلب وقصد منها الدعاء، فيكون معاها معناها كن يا مولاي، كن لي وليا في الدنيا والآخرة، كن لي نصيرا في الدنيا والآخرة. وده معنى كنها إنشائية في المعنى، يعني هو الصياغة خبرية ولكن متضمن فيها معنى الطلب، اللي هو بيدي معنى الجملة الإنشائية أنه يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا. فهو أنت ولي في الدنيا والآخرة معناها كن لي ولي في الدنيا والآخرة، وإنها حقيقة أن الله هو ولي أهل الإيمان سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يعني الصياغة دي في هذا الدعاء تخلي الإنسان يتفكر ويتأمل، توفني مسلما إشارة إلى إن النعمة العظمى هي نعمة التوفيق للدين الحق، وكون الوفاء على الإسلام أجل وأسمى غايات العبد في الدنيا، لأنه مرتبط بها مصير الإنسان في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن طلب لقاء الله سبحانه وتعالى وإن طلب عند هذا وعند لقاء يكون على الدين الحق، يعني طلب الوفاء على الدين الحق يقتضي أنه هذا الدين متصف بأنه الحق، الدين الحق اللي بيعبر عنه بكلمة الإسلام كما في الآية الكريمة توفني مسلما. فهو يسأل الثبات على الأمر، يسأل الدوام على دين الإسلام إلى الوفاة، وإن دي نعمة إن الإنسان يكون من أهل الإسلام ويتوفى على ذلك، يلقى الله على ذلك، وإن دي نعمة عظيمة جدا، يعني مغبون فيها كثير من الناس عليهم ان هم يلتفتوا إلى أن التوفيق إلى التوحيد نعمة النعم وغاية الغايات، والمسلم هو الذي اتصف بالإسلام فهو الدين الكامل، هو دين أنبياء الله جميعا الذي تعبدوا به ربهم سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى في وصية سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن بعده سيدنا يعقوب وسيدنا إسحاق عليهم جميعا الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام، كما قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
سأل بعد كده سيدنا يوسف عليه السلام ربه أن يكمل له هذه النعمة بمرافقة السعداء الصالحين من أوليائه في جنات النعيم، فسأل ربه قائلا: وألحقني بالصالحين. الصالحون هم المتصفون بالصلاح، يعني التزام الطاعة لله تعالى. وقد قيل أو أثير بعض الأسئلة حول فهم هذه الآية من قبل المفسرين، إنه سيدنا يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام، والصلاح ده اللي هو بيسأله أول درجات المؤمنين، فكيف يدعو سيدنا يوسف بهذا الدعاء؟ وأجيب على هذا التساؤل بأنه أراد سيدنا يوسف عليه السلام بهذا الدعاء أنه ألحقني بالصالحين أن يلحقه الله تعالى بالصالحين من آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعني ألحقني بهم في ثوابهم، ألحقني بهم يا مولاي في مراتبهم، ألحقني بهم يا مولاي في درجاتهم. وده تواضع من سيدنا يوسف اللي ربنا فتح له ومكنه في الأرض وجعله على خزائن الأرض، لكن مش شايف نفسه، ده بيسأل الله إنه يلحقه بالصالحين من عباده. وفي ملمح لطيف قوي في دعاء سيدنا يوسف عليه السلام، إنه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإمام القشيري بيقول إنه من أمارات الاشتياق، الأمارات الاشتياق لله تعالى عند يعني تمني لقاء المولى سبحانه وتعالى، إنه يكون هذا التمني على بساط العافية، يعني ما يكونش التمني ده وأنا مثلا في امتحان وكرب شديد فخدني بقى يا رب وأنا مش قادرة أتحمل اللي أنا فيه، لا. فسيدنا القشيري بيقول زي سيدنا يوسف عليه السلام، يعني تمنى ذلك وهو على بساط العافية، تمنى الموت أو تمنى لقاء الله على بساط العافية، حيث ألقي سيدنا يوسف في الجب فلم يقل توفني مسلما، ونودي عليه ليباع كالعبيد فلم يقل توفني مسلما، وحبس في السجن سنين فلم يقل توفني مسلما. ثم لما تم له الملك واستقام ليه الأمر ولقي أخوته وخروا له سجدا ورفع أبويه على العرش قال: توفني مسلما. فعلم أنه كان يشتاق للقائه سبحانه وتعالى، يعني لما الدنيا تمكن فيها وعلى هذا المكان السني وتحققت رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، لم يركن إلى هذه السعادة وهذا التمكن وهذا العلو، لا، ده خلاص بقى أدى المهم، عايز يلقى الله وهو في قمة العافية وعلى ما هو عليه من المكانة القوية والشديدة، فسأل الله أن يتوفاه وهو على دين الإسلام. وده من حسن الأدب وكمال التوفيق في الدعاء، وعشان كده ندعي دايما ربنا إن ربنا يجعلنا من الموفقين في هذه العبادة، يجعلنا من الموفقين والموفقات في عبادة الدعاء. وهكذا بتظهر لينا أهمية الدعاء في حياة الأنبياء والصالحين والمؤمنين. الدعاء ده بابهم إلى ربهم، التزام عبادة الدعاء ده منهج جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الدعاء هو لجوءهم إلى المولى سبحانه وتعالى، وهم دائم اللجوء إلى ربهم في سرائهم وضرائهم. والإنسان المؤمن لازم يكون كده، يلجأ إلى مولاه في السراء قبل الضراء، فمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء عند الرخاء. يعني أكون أنا ملازم لعبادة الدعاء في كل وقت وحين، أدعو الله مع كل حركاتي وكل سكناتي، أنا ملازم لهذه الدعاء، هذه العبادة في كل أحوالي، في سكناتي وفي حركاتي أنا ملازم لسؤال الله المولى سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنه كذلك ينبغي أن يكون الدعاء ملجأ
العباد المؤمنين، ملجأ ليهم في جميع شؤونهم، في جميع شؤون حياتهم، صغيرة كانت أم كبيرة. فاللهم ربنا، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين أجمعين. مرحبا بكم المشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا أون، مرحبا بالجميع. وناخذ الأسئلة. معنا أستاذة منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك. أنا كنت بسأل، بس هو في واحدة عندها مرض مزمن ومش الدكتور سامح لها باللي هي مفهومش يعني، بس هي الحالة المادية يعني الظروف مش سامحة ان هي تطلع المبلغ كله دلوقتي، طلعت جزء وممكن تطلع الباقي بعد رمضان، ولا لازم ان هي تطلعه قبل رمضان ما يخلص؟ حاضر. مين؟ شكرا. ام حسين. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست ام حسين، ازاي حضرتك يا دكتورة؟ كل سنة وحضرتك طيبة. اهلا وسهلا وحضرتك طيبة. انا مش هدور على حضرتك في السؤال، انا عايز اعرف لو حد ظروفه على قده، بمعنى ان ربنا بيسهل حال يرزقه اوقات واوقات تانية بيضايق عليه الرزق، لو جه في ايام رمضان وفي الايام اللي بيضايق عليه الرزق دي كتير بيستلف وربنا بيسهله الحال وبيسد اللي عليه، لو جه في ايام رمضان وفي اثناء طبعا لما هتطلع الزكاة كان الرزق ضيق، ممكن يستلف يعني ما عندوش كده القوت او طعام يوم وليله؟ لا، عنده قوت في طعام يوم وليله الحمد لله، بس ما معهوش القيمه بتاعت اللي هو واسرته زكاه الفطر. حاضر. يعني ممكن علشان يطلع الزكاه ديت في لحد مثلا لحد اخر رمضان فهيستلف علشان يطلعها، وبعد ان شاء الله واول ما احنا ربنا طول شهر رمضان مع اول دخول اول ليله في رمضان نقدر نطلع الزكاه، ومش لازم والله يا دكتوره في لا انا بتكلم بشكل عام، انا بتكلم بشكل عام بشكل عام طبعا خلال ان انت بتقولي احيانا في رمضان بيكون موجود احيانا مش بيبقى موجود، انا بتكلم في العموم على مدار السنه. نعم، بس زكاه الفطر مؤقته مرتبطه بوقت. تمام، انا فاهمه. ما انا علشان كده بسالي عشان زكاه الفطر، انه لو جه يوم العيد او قبيل العيد وانت مش معاكي تطلعي. ايوه. حاضر. ينفع ان انا استلف وان شاء الله اول ما ربنا يسهل الحال ويجي لي فلوس بعد العيد اسدها؟ حاضر. استاذه نعيمه. استاذه نعيمه. الو الو، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى. الله يبارك لك يا دكتوره. آمين. كل سنه وحضرتك طيب. امين اجمعين وحضرتك طيب بألف خير وسلام يا رب. اتفضلي يا فندم. معايا سؤال لو سمحتي يا دكتوره. فضل. بالنسبه ل أخويا وزوجته عاوزين ينفصلوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه. وبعدين السؤال بقى إيه؟ يعني هو قاعد في البيت في نار بينهم على طول من ساعة الحادثة، فعايزين ينفصلوا، في أربع أولاد في البيت. طيب، وما متحاولوش معاهم يعني تنصحوا فيهم؟ حاولنا معاهم، ما فيش نصيحة لهم جايبة نتيجة. هو يعني قاعد في البيت، اتعرض لحادث وقاعد في البيت؟ هو قاعد في البيت ما بيشتغلش طبعا، له معاش وكده، وجوزوا بنتين، فاضل ولد وبنت ما اتجوزوش. طب وهي بتشتغل ولا قاعدة في البيت؟ هي بتشتغل ولا قاعدة؟ طيب هما لو انفصلوا هيفضلوا قاعدين في البيت لان مفيش ورث ولا في اي حاجه غير هو البيت ده مع بعض، هيبقى حياتهم ازاي وعيشتهم ازاي مع بعضهم؟ طب لما هم في النهايه هيبقوا مع بعض، ايه لازمته يعني اللي بيعملوه؟ شيء عجيب صحيح. ماشي يا ست نعيم، ربنا يفتح. هنسيب حضراتكم مع كتابنا، كتاب قلوب عامره، وبعد الكتاب ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي
نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال إنه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكر. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في رحاب تصحيح آيات سورة الإنسان، وحنصحح النهاردة الآيات اللي عليها الدور، وبنذكر بالرواية التي نقرأ بها وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. يلا يا شباب مستعدين؟ مستعدين. ده انتوا كده نايمين مش مستعدين، صحصحوا شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم تطع تاء وطاء، والاثنين دي رقيقة، تاء تو وطاء مفخمة، فلازم أميز بين الاثنين في الإيه؟ في النطق. ولا تطع، ولا تطع، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا، وسبحه ليلا، ما تاكلوش الهاء. وسبحه أي سبح أيها النبي الكريم ربك الجليل. وسبحه وسبحه ليلا طويلا. يلا يا أنوس. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هي كانت بين الآ والآ، أنا عايزاها آ، آنا مش قرآن، قرآن. قرآن تنزيلا. فاصبر لحكم فاصبر لحكم ربك ولا تطع أيوة منهم آثما أو كفورا. وبعدين لما تبقى مهزوز كده في نطق الحروف ما تجريش وانت بتنطق، تطع أفرمل نفسي كده، أهدي نفسي بالراحة، فيا واش يا واش وأنا بقرأ الحرف عشان يطلع معايا بالراحة. تطيع، بس قول كده بس يا أنس، تطيع.
تطع أيوة، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يلا يا مريم واذكر. واذكر اسم ربك بكرة بكرة وأصيلا. بكرة أيوة. وأصيلا. برافو عليك. ومن الليل فاسجد له فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ليلا قلنا الإخفاء، غنة الإخفاء بتاخد إيه؟ صفة الحرف اللي بعدها. يلا يا مريم تاني. ومن الليل فاسجد له فاسجد له وسبحه ليلا ليلا طويلا. جميل جميل. يلا يا لانا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. عندي إخفاء. تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو لا في عندي هنا إظهار على طول عشان في همزة وراها، همز هاء ثم عين حاء، وعندي غين خاء الحروف الحلقية. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أحسنتي. يلا يا سيد. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. آدم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا ليلا طويلة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. الأستاذة منى بتسأل إن هي في مرض مزمن يعني لا يرجى شفاؤه، فبتقول إنه الظروف مش سامحة إن هم يطلعوا الفدية كلها مرة واحدة، فهل ممكن يطلعوا جزء دلوقتي قدام شوية يكملوا؟ هو طبعا صاحب المرض الذي لا يرجى برؤه أو الذي لا يرجى شفاؤه بيلزمه فقط الفدية، ويمكن إن هو يقسطها خلال العام اللي هو فيه ده، تمام؟ كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي بيفطر بسبب عذر المرض وعذر مؤقت يفطر وبعد يرجع يقضي، لكن الذي لا يستطيع كما قال الله: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمع حضرتك أنك تطلعي اللي تقدري عليه دلوقتي وتقسطي الباقي خلال هذا العام. صاحبة السؤال الست أم حسين بتقول: لو حد ظروفه على يعني على قده إنه هيجي عيد الفطر أو قرب العيد كما نحن الآن، فهي بتقول: أنا مش هقدر أطلع كل أو مش هقدر أطلع زكاة الفطر، هل ينفع إن أنا أستلف
وانا بسدد يعني بقدر استلف وارجع تاني واطلع زكاة الفطر. اذا الانسان يا ست ام حسين رتب اموره للسداد، يعني هو عارف نفسه انه هيقدر يسد الدين ده، جاز له الاستدانة لدفع زكاة الفطر كما هو مذهب السادة المالكية يا ست ام حسين. الأستاذة نعيمة بتقول إن أخوها وزوجته خلاص على وشك الانفصال، فهي بتقول إنه في 4 أولاد معاهم في البيت، وبتقول إن هم بعد الطلاق هيكونوا عايشين مع بعض لأن ما فيش مكان تاني يأوي الاتنين. يعني نحاول مرة تانية معاهم، يعني نحاول مرة تانية معاهم، نجتهد من وقت للتاني. وعلى العموم يعني المعيشة بين الرجل و مطلقته في منزل واحد يجوز في وجود الأولاد، ولازم يبقوا عارفين طبعا إن هما الاثنين أجانب بعد الطلاق هيصيروا أجانب عن بعض، فيجب بقى الاحتراز من لابد الالتزام بأدب المظهر بالنسبة له وبالنسبة لها، وفي نفس الوقت عدم الوجود الخلوة فيما بينهما. وطالما هما قاعدين في بيت واحد، أنا قلت لك بس إجابة السؤال، لكن طالما الاثنين قاعدين في بيت واحد فينصحها إلى الحفاظ على البيت، ويبقى فيه الإنسان كده يسعى إلى أنه يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، مش يبقى الحل الهد والهد. نسأل الله السلامة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم ربنا يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، ويا دافع البلوى. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها حالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا يا رب العالمين، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.